بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا دائما الصحة والهنا والسعادة وراحة البال إن شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وكنشكر الجميع، كنشكر جميع المتتبعين ديالي اللي كيتابعوني وكيصيفطوا لي التعاليق وكيتفرجوا في الفيديوهات ديالي، كنشكرهم بزاف. الله يوفقهم، الله يعطيهم الخير، الله ييسر لهم الامور كاملين، كيفرحوني. ومرحبا بكم، مرحبا بالاراء ديالكم، مرحبا بالتعليق ديالكم. واللي باقي ما اشتركتش معايا كنتمنى تشترك وتضغط على المربع الاحمر وتبارطاجي هذا الفيديو باش توصلوا دائما بالجديد ديالي، دائما جديد ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. نبدا لكم في الوصفه ديال اليوم. الوصفه ديال اليوم هي طاجين ديال الكفته. اسهل حاجه هي طيبي الكفته، ولكن كل واحد الطريقه ديالو. غنوريكم انا الطريقه ديالي في الطاجين ديال الكفته، كيجي ساهل وكتبدلي به. بسم الله على بركه الله. المكونات اللي عندنا في هذا الطاجين، عندنا اولا واحد الكميه ديال الكفته، تقريبا شي ربعه ديال الكفته، اللحم مفروم، اللحم مفروم هي الكفته اللي كنقولوا حنا في المغرب. وعندنا في التوابل عندنا هنا عندي واحد ثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه محكوكين، عندي الملحه، عندي التحميره هي البابريكا اللي كنديرها شويه كثيره، كندير معلقه كبيره. وعندي الكمون حتى هو كنديرو بالزيت، كندير حتى هو معلقه كبيره ما عمراش. وعندي البزار. هادو هما ثلاثه التوابل اللي كندير في الكفته والملحه والثومه. وعندي القزبر ومعدنوس مفروم، وعندي شويه ديال البصله حتى هي شلطتها مع واحد الفلفلان. دائما الحار كيجي زوين في الطاجين. ومع الزيت البلديه حتى هي اللي هو الزيت العود او الزيت المائده، كل واحد اشنو اللي باش كيطيب وشنو اللي متوفر عنده. وعندي هنا واحد نص كيلو ديال مطيشه اللي هي حكيتها، يعني بحال هكا حكيتها في الحكاكه الغليظه هي هادي. إذن على بركة الله نوريكم الطريقة ديال الطياب ديالي ديال الطاجين. كنعملو الطاجين على البوطة، كنديرو فيه واحد شوية الزيت، الزيت اللي هو الزيت المائدة باش ما كيتحرقش ليا الزيت العود. عاد كنزيد عليه شوية ديال الزيت العود، مكنكترش الزيت. ثم كنزيدو البصله ديال الدا هي الاولى، كنديرو البصله ثم كنزيدو قزبر ومعدنوس هو ربيع مفروم، واحد الكميه ديال القزبر ومعدنوس. تقريبا غير كنسخنو نسهدو غير شويه، ما كنقليوش بزاف، غير شويه نسهد لينا شويه. كنزيدو عليه مطيشه ديالتنا، كنزيد المطيشه هنا. كنحطو مطيشه، كنديرو عليها التوابل كاملين، التوابل ديالنا كنديرو كلو مرة وحدة. كنخلطو باش كينسجمو لينا المكونات ديالنا، كنخلطو باش كينسجمو مزيان وباش كطلق لينا العطرية. نخلطو كلشي بحال هكا، صافي. كنسدو عليها، كنخليوها طيب، كنحطو عليها الوقا ديالها وكنخليوها طيب حتى كتقرب طيب ليا لاصوص ديالنا. عاد كنزيدو عليها الكفته. نشوفو لاصوص ديالنا واش طار. هو هذا لاصوص، صافي راه
قرب يطيب هو والفلفل ديالنا، ما بقى لي هو اللي يطيب. دابا غنزيدو عليه الكفته، الكفته اللي هي هادي كنديرها على هاد الحجم، كنديرها شويه متوسطه، ما كبيره ما صغيره، على هاد الحجم. صافي كندورها على الطاجين ديالنا، كنستفها فوق الصوص ديالنا. نسيت ما قلتش ليكم البيض، مازال غندير معاها ملي يقرب يطيب غندير معاه البيض. غادي ندير واحد، سمحوا لي الاذان، ها هو الطاجين ديالنا كيطيب. ملي قرب يطيب هرست عليه البيض، شديت البيضات هرستهم في واحد الجبانيه ودرتو، ما كثرتوش، درت غير جوج حيت كاين اللي ما كيبغيش ياكل البيض. انا نيت ما عزيزش عليا البيض مع الكفته، خلي درتو في جوج جواي وخليت هاد جوج جواي هكا بلا بيض، باش انا كناكل في الجهه اللي ما فيهاش البيض، كل واحد والذوق ديالو. وكنهز شويه ديال الملحه، كنزيدها على داك، كنرش واحد شويه ديال الملح على داك البيض دابا اللي زدت، باش ما يجيناس باسل، غير شويه. صافي كنسدو عليه، كنسدو على الطاجين ديالنا، كنخليه يكمل الطياب ديالو. صافي الطاجين ديالنا هو طاب، دابا غادي نضفيو عليه. هو صافي حيدنا عليه البطل وطاب، دابا غنضفيو عليه ونخليه شويه يبرد، غير واحد شويه حيت الطاجين كيشد السخونيه. نخليه نضفيو عليه، نخليه هكاك واحد ربع ساعه حتى كيبرد وكنقدمو. هذا هو الطاجين ديالنا من بعد ما طار، هو كيشهي، ما شهيتكم فيه، كيجي غزال بزاف ومذاقو بنين وساهل، دغيا كيوجد. تزينيه، بغيتي تزينيه شويه الفوق شويه الربيع اللي كيبغي يعجبو قزبور ومعدنوس، كتزينيه شويه من الفوق. وبالصحة والراحة، بصحتكم. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم وكنتمنى ترسلوا لي التعاليق وقولوا لي كيفاش جاكم، ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم وبالتشجيعات ديالكم وبالاراء ديالكم، راه كيهموني بزاف، الاراء ديالكم كيهموني، وكنفرح بالتعاليق ديالكم. بارك الله فيكم، الله يكثر خيركم، وشكرا لكم جميعا، وحبكم في الله جميعا، كلكم اللي كيتابعوني وجميع اللي كيتابعني واللي ما كيتابعنيش، الله يعطيكم الخير، الله يوفقكم يعطيكم ما نويتو، وكنبغيكم كاملين، والله ييسر لكم الامور، توفيقوا بالنجاح لنا ولكم ولجميع المسلمين. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، واللي باقي ما اشتركتش تشترك معنا باش توصلوا دائما بالجديد ديالي ان شاء الله. وكنقول لكم الى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.